الناس كتنا الناس كيناسو وانا كنبات فيق. قلت لك انا كنشرب الدواء دابا باش كنناس. الحمد لله على كل حال، حياتي جا حي ما كدبش عليك. داري مشات في منها الضحكه ملي مشى بدر. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول لك بنتي، ما دبي في حياتي تا حاجه مالها طعم، مكتبش عليك تا حاجه مالها طعم والو. كلشي تبدل، كلشي تبدل، تا حاجه ما بقات زوينه في الدار. ما بقاش ديك الجماعه اللي كنا كناكلو فوق طبله مجموعين كنضحكو. هو كان صاحب نكته ما كانش كيسكت من الضحك. هادشي راه صحابو عارفينه، العائله عارفينها. كناكلو بالضحك كيشد فينا، كنا كيضحك معانا كاملين. كناكلو ديك الماكله ما نقولش لك عليها، ما كنعرفوهاش من دازت. دابا اللي قلت لك حتى واحد ما كياكل مع واحد، كلشي ديك الطبله حرام تليلا. حتى كنا مجموعين كناكلوها ساكتين، ما كنا مشات فرحتنا مع بدر ما نكذبش عليك. خصوصا انه الوليد الوحيد اللي كان عندك، كان فيه كل شيء، كان فيه كل شيء، وكان حنين وكان ظريف بزاف مع الكل، مع كل شيء، مع خوتو مع العائله مع كل شيء، مع اصحابو مع كل شيء. انسان طيب بزاف الله يرحمه. قال لك حيت ما كانش ولد الدنيا 100%، حيت المعامله اللي كيتعامل كيبان لك راه ماشي ولد الدنيا. ولدي الجور كنت كنجمعو طريف بطريف، بحال داك اللي كيمشي للبحر كيهز ديك الجور وكيركبها في الخيط. هكا كنت كنوجد فيه. ضحيتي ليه بزاف باش توصل. جا واحد انصرها لك من علقك وخليها تشتات، ما بقيتي عرفتيها فين زادت. وعد الله. ولكن انا راه كنعيش العيد على عذاب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول. وين عارفه خالتي في دابا التحقيق المتهم اللي ملقب بولدي في شوش؟ شنو كيبان لكم كاين شي امل انه يتحقق؟ انا عندي امل، فانا عندي امل في القضاء، ما غاديش يخزني القضاء. القضاء راه غادي بمسيره مزيانه الحمد لله. وما عرفتش علاش تاخرت، تاجلت 21 يوم ثاني، ما عرفتش علاش. ما عرفتش علاش، باقي ما تمدد لشهرين، ما فهمتش علاش. اما ربما كاينه شي حاجه مستجده، ولكن راه كاينين شهود وكاينه كاميرا وكاين الله اعلم. هذاك الشيء كيبقى اختصاص المخزن، انا ما عندي ما نقول فيه. هذاك الشيء ديال المخزن ما عندي انا ما نقول. القضاء تيبقى عنده الحق في اي حاجه يديرها، من حقه. هذا الشيء اللي نقول لك هو هذا. بغيت نعرف العائله ديال ولد الفشوش، تواصلوا معاك؟ جاوا عندك؟ حاولوا انهم يضغطوا يتحايلوا عليكم على شي صالح؟ عاودي لنا شنو وقع. جاوا عندي، صيفطوا لي نهار يومين دفنت ولدي بيومين، جاوا عندي شي ناس الاقارب ديالو و اقارب ديال السيد اللي قتل ولدي ديال اشرف. صديتهم بطريقه فنيه باش حتى واحد ما يسق الخبر. ما بغيتهمش يعرفوا ولادي ابناتي بانهم راه دوك الناس من طرفهم، باش يخرجوا هانين. ما بغيتش مشاكل، ما باغا حتى شي حاجه. لا، هادوك الناس قال لك حاجه، جا بغاو اشرف وبابا بغاو يجيو يعزيوني. قلت لهم لا، دازو وصل من تما، ما بغيتش نستقبلهم. وفي الاخير اتضح لان ماشي كانوا باغين يعزيو، كانوا باغين تنازل. دابا مؤخرا كيمشيو عند لافامي ديالي واقارب ديالي بزاف كاع، وتعرضوا عليهم مبالغ ماليه ديال شي واحد اللي ما فحالوش يقدر يغويه داك لاصوم ويؤدي الواجبات. لاصوم اللي عرضوا عليكم باش تنازل فوق من 500 مليون. ولكن انا قلت لك ولدي زغبه منه ما عندهاش ثمن. كنقولها وكنعاودها، زغبه من ولدي
ما عندهاش الثمن. هسا ذكرى كان غادي يعطي البلاد، حرموني منه وحرموا من البلاد كامله منه. كذبش عليك، حتى حاجه ما تعوضني في ولدي ولا يعطيني مال الدنيا. في اعتقادك هاد الناس اللي ولدهم شافوا ان يمكن الكاميرات شافوه ارتكب جريمه اللي بشعه كيف قلتي لي قبيله، راه قطه ما تقدرش تدوزي على قطه، ما تقدرش تدوزي على بديك الطريقه. شنو في نظرك هاد الناس واش هما كيحاولوا يتحايلوا باش يحلوا يخرجوا ولدهم مقابل ديك 500 مليون؟ شنو دابا واش هذوك الفلوس اللي غيخرجوا بهم ولدهم؟ هو خرج، انا خديت هذوك الفلوس مثلا، خديت هذاك الشيء اللي عطاوني هما، اللي بغاو يعطوني هما خديتها وخرج وقتل واحد اخر. شكون مذنب في بالك؟ عمرها تكون. انا عندي يقين في القضاء غادي ياخذ يا حقي. هادشي اللي كاين، ما كاينش غير اشرف، كاينين حتى الدراري الاخرين منهم اللي شفنا في الكاميرا كيضرب وكيسرق. وقلت لي انه التليفون ديال الفضل اللي كان معاه والتليفون ديال ولد عمو ما لقاوهمش. لا ما لقاوهمش، ما لقاوش التليفون ديالو. التليفون ديال ولدي ما تسمع ليه حتى خبر، بحال ما تسرقش كاع، ما عرفنا عليه حتى شي حاجه لحد الان. هادشي اللي كاين بنتي. بغيتك في اخر هذا النقاش، مكره شنو انت كتمناي من القضاء؟ شنو الرساله ديالك اولا للقضاء ولا لاي واحد عنده ضمير في هاد البلاد؟ الرساله ديالي يشوفوا في من قلب ام اللي ما تاخذش لها حقها عند الله غتاخذ. هادشي اللي غنقول. انت غتبقاي صابره باش تاخذي الى اخر نفس في عمري، اخر نفس في عمري ما نتزلش على حق ولدي. واخا يكلفني نبيع اللي كنملك وما نتنازلش على حق ولدي. خصوصا ان بدر كان عزيز. بدر عزيز بزاف 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 بشهادة الكل. بغيتي ديري انترفيو سيري للبلاصة فين كنعيش، سولي على بدر، سيري الكلية وسولي على بدر، سيري عند العائلة وسولي على بدر. كان في سوينيو، كان في الراجا. أنا خيرت ولدي بين الكرة وبين القراية، خيرته ولكن في الأخير اقتنع بغى القراية. كان أنه مقبل أنه بقلي عام يكون دكتور. البحث ديالو واحد راه كملو، واحد بدا فيه ما خلاه في طور الإنجاز، ولكن ربي يحكم. هادشي اللي غنقول. الحمد لله والشكر لله. وانا كنطالب من السلطات يشوفوا من حقي ما يخليوش ليا يضيع. هادشي اللي غنقول. شكرا لبنتي. باقي الخير في البلاد. الحمد لله، انا عندي يقين، عندي يقين في السلطات ما غاداش تخزلني. عندي يقين 100% ماشي 90% ولا، عندي 100% لان كلشي راه عندهم، كلشي باين. ما عندهم زعما ما كاينش حاجه اللي، الحمد لله انا عندي يقين. الحمد لله والشكر لله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.